بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم جميعا واهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم نبض الشارع. بكره باذن الله رمضان، خلاص رمضان كنا بنقول على الابواب. بكره باذن الله اول يوم صيام، كل عام وحضراتكم بخير جميعا. نسال الله عز وجل ان يتقبل الصيام والسجود والركوع، وان ينصر اهالينا في فلسطين، وان يعود الاقصى قريبا عاجلا ليس آجلا يا رب العالمين. السوشيال ميديا، لا بنيجي نتكلم عن السوشيال ميديا ومشاكلها، وبنقول ان السوشيال ميديا عموما ليها سلبيات وليها ايجابيات. بنشوف النهارده للاسف الشديد عن بعض المحتويات حدث ولا حرج، بنشوف ما هو هادف وما هو بذيء. ازاي نقدر ان احنا نغير الصوره دي؟ وهل موجود على الساحه، هل هناك ما زال مقدمين المحتوى بيقدموا حاجات هادفة بتصلح للمجتمع وبنتعلم منهم وبيكون نموذج؟ في الحقيقة النهاردة أنا صممت أن استضيف معايا بلوجر له منصة على السوشيال ميديا وبيقدم محتوى، كان لازم أجيبه النهاردة وأجيبها بقى زي ما احنا بنقول في البرنامج، وأقدم لها دعوة بشكرها على تلبية الدعوة وأن هي جات لنا في حلقة النهاردة عشان تتكلم عن إيجابيات السوشيال ميديا وتعرفنا إيه هي المحتويات الهادفة. لقبوها برضوى الشربيني الغلابة. كل ده هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة. يسعدني إن أرحب بضيفتي البلوجر بوس إسماعيل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. شكرا ليكي، جيتي لنا من اسكندرية مشوار، لبيت الدعوة وبشكرك جدا. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب أستاذ محمد. كنتي ملاحظة معايا في المقدمة نتكلم عن السوشيال ميديا ومشاكلها. بالظبط، احنا بنشوف حاجات النهارده زي ما بقول حدث ولا حرج، للاسف حاجات بذيئه جدا جدا. ليك محتويات على السوشيال. بدايه نتعرف في الاول مين هي بوس اسماعيل. بالظبط، اولا انا خريجه نظم معلومات اداريه، تخصص تجاره اداره اعمال، وابتديت حياتي العمليه بدري. يعني انا حد عملي جدا، فابتديت حياتي من اول ما انا كنت في تانية كليه. ابتديت في مجال الصحافه، وكان ليا يعني دور في الصحافه وتقارير صحفيه كبيره جدا مع يعني زي منظمه كده سياسيه وقتها كانت بتخدمني، لان كانت وقتها ثوره 25 يناير. جميل. فالحمد لله قدرت ان انا اثبت فيها كفاءه. وعايزه انوه ان انا اصلا الشغل هو اللي بيختارني، مش انا اللي بختاره، بس بقدر اثبت فيه كفاءه. يعني بقدر اكون قد التحدي وقد المواجهه. انا عاوز اعرف هو بدا معاكي المشوار ده ازاي؟ يعني السوشيال ميديا من امتى؟ وبقالك قد ايه وبدات ازاي في المشوار ده؟ حاليا انا شغاله في شركه قناه السويس لتامينات الحياه، انا ايجنت في شركه قناه السويس. بالظبط كده. جميل. ومكوده في الهيئه العامه للرقابه الماليه. يعني هو مجالك اصلا اللي هو الميديكال انشورنس. بالظبط. مجال التامين الطبي. ودخلت مجال السوشيال ميديا عن طريق التامين. جميل. كنت حابه ان انا اعمل فيديوهات كتوعيه تامينيه للمتابعين. يعني الغرض من دخولك السوشيال ميديا انك انت بتقدمي حاجه مفيده للمجتمع. بالظبط كده، حبيت ان انا اعمل ده واخد التجربه دي. وابتديت في الاول ان انا ممكن مثلا يعني اي حد بخاطبه او اي حد مثلا بيشوفني حابه ان انا اقول له مثلا العروض التامينيه اللي بتوجهها الشركه عندي او اللي بتقدمها الشركه عندي، بس للاسف ما لقيتش اقبال، وده كان سببه ان يعني انك انت غيرت المجال ودخلت في مجال اخر. بالظبط كده، بحيث انك انت عاوزه توصلي رساله. انت عاوزه توصلي رساله، صح كده يا فندم؟ بالظبط. طيب كده. ايه هي بقى رسالتك بقى اللي انت عاوزه توصليها؟ ايه هي رسالتك انت عاوزه توصليها؟ الرساله انا عايزه اوصلها، اولا مش كل الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا وحشه او مش عارفه هي بتعمل ايه. لازم يكون عندها مبدا. يعني الشخص اللي عنده مبدا هو اللي عارف بالظبط يعمل ايه، هو اللي بيبقى حابب يشوف اهله وصورته. طيب استاذن حضرتك بس نحاول نشيل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي معاك. اتفضلي يا فندم. طيب يبقى دي رساله حضرتك انك انت جايه محتاجه انك انت توصليها للاسره والمجتمع عموما. بالظبط كده. تمام يا فندم، تمام. طيب لقيتي اقبال؟ لقيتي قبول؟ ايه، من بعد بقى ما ابتديت ان انا ابقى رضوى شربيني الغلابه لقيت اقبال. جميل جميل. لقيت الناس حبت ان انا بعمل فيديوهات اجتماعيه متنوعه، يعني مش حاطه نفسي في حاجه معينه او انا يعني عامله نفسي في كورنر كده معين، لا بالعكس انا بعمل فيديوهات متنوعه. عاوز اعرف بقى طبيعه فيديوهاتك عباره عن ايه؟ هقول لحضرتك، هي بتناشد قضايا اجتماعيه، يعني مثلا زي يعني لو احنا قلنا مثلا ان احنا نخلي بالنا مثلا من رجاله معينه او نوعيه رجاله معينه، ممكن نتكلم عن الرضا اوقات، ممكن نتكلم اوقات مثلا عن
يعني امور الحياه عموما. يعني انت يا فندم بتشوفي اي محتوى او اي حاجه بتخص الشارع المصري عموما وبتحاولي انك انت بتناقشيها بالظبط وبتقدميها في صوره فيديوهات. ايوه بالظبط، عباره عن رسائل عشان توصل بسرعه. بالظبط، انت شايفه ان النوع دوت بيوصل للناس بسرعه؟ بيوصل جدا. تمام. بس للاسف يعني هو السلبيات فيها كتيره شويه في مجال التيك توك. النهارده علشان نقضي على السلبيات دي، للاسف النهارده حضرتك متواجده معانا في البرنامج عشان نعرف الناس السلبيات ونقف عليها نمنعها بالظبط وننشر الايجابيات. انا عاوزك يعني انت ملاحظه معايا، احنا بنشوف في السوشيال ميديا حاجات بذيئه حدث ولا حرج، بنشوف محتويات انا مش عاوز اقول يا جماعه عباره عن يعني نقول ايه بقى، نقول تسول. ايه هو تسول تسول بمعنى تسول حقيقي يعني حاجات غير هادفه بالمره. بالظبط كده، واللي هو يركب الترند يعني هي معناها كده. يعني هو بيركب الترند في شيء غير هادف عاوز يوصل وخلاص. شخص ما عندوش مبدا، ما هو لو عنده مبدا مش هيغير مبداه يعني. جميل. هو اصلا شخص ما عندوش مبدا، هو لو عنده مبدا يعني على الاقل هيتعامل عادي، هيتعامل بطبيعته هو، لكن هو غير من مبداه في سبيل الشهره، في سبيل ان هو ياخد فلوس اكبر، بس مش اكتر من كده. جميل. فهي المبادئ ما بتتجزأش، اللي ثابت على المبدا بيفضل عليه. انا عاوز اقول لك ان حتى يعني احنا في نقابه المهن الموسيقيه يمكن الفنان الكبير الاستاذ مصطفى كامل بيحارب هذه يعني البذاءات وقدر ان هو يقف عليها بالفعل. يعني احنا عندنا يعني مداخله تليفونيه للاستاذ مصطفى كامل. تمام. بكل تاكيد الاستاذ مصطفى كامل دخل معانا قبل كده وعمل مداخله تليفونيه واتكلمنا على هذه البذاءات، ازاي قدر ان هو يحولها في النقابه في صوره ايجابيات، وكنا حريصين ان احنا نشيد بها في حلقه النهارده. تقرير مع الاستاذ مصطفى كامل رئيس المهن الموسيقيه، ونرجع على حضراتكم تاني. طول السنين اللي فاتت وله باع كبير واثر علينا واثر في حياتنا، معانا الفنان الكبير نقيب المهن الموسيقيه الاستاذ مصطفى كامل. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم، حضرتك شرفتنا واهلا بيك في برنامج نبض الشارع. اهلا بحضرتك. نتكلم عن السوشيال ميديا ومشاكلها، وعارفين ان حضرتك يعني قدرت انك تعمل حاجات مشرفه جدا وقضيت على امور كتيره في النقابه وغيرت في النقابه بشهاده الفنانين والموسيقيين كتير بيشهدوا لحضرتك. احنا بنحارب يا فندم المحتويات الغير هادفه، بنحتوي الاغاني اللي بتحاول ان هي توصل للناس بطريقه غير شرعيه وتحاول ان هي تاثر على الناس، حضرتك بتحاربها ازاي يا فندم، او خطتك انك انت تواجهها ازاي حضرتك؟ هو زي ما حضراتكم شفتوا يعني اول خطه كانت ليا هي ان كل من يحمل كارنيه نقابه المهن الموسيقيه من الناس اللي كانت متهمه دايما بالاسفاف او تلف الذوق العام، ان انا مديتهم اقرار بان يعرض المصنف الفني بتاعه على جهات الدوله الرسميه اللي هي الجهاز الرقابه على المصنفات الفنيه، وبالتالي انت مش هتقدر تسمع اي لفظ خارج، لانه بالطبيعي جدا لو هو قدم لفظ خارج المصنفات مش تقبله، فهيبقى خاضع لي انا في النهايه بموجب الاقرار اللي هو مقره على نفسه. كل من اتى للنقابه ووقع هذا الاقرار فهو تحت طائلتي وتحت طائله جهاز الرقابه على المصنفات. اي حاجه بتسمعوها بقى خارج السياق او خارج الاطار، اعرف ان ده لا يحمل كارنيه النقابه، وبالتالي فهنا تبقى اجهزه الدوله الرقابيه هي المطالبه بالبحث عنه، لانه هنا يعد بيزاول المهنه بدون ترخيص لانه ما عندوش رخصه من النقابه. واليوتيوب وادوات السوشيال ميديا زي ما حضراتكم عارفين بقت مفتوحه على مصراعيها لكل من هب ودب من حقه ينزل وبتاع، فهنا بيبقى دور اجهزه الدوله الرقابيه والجهات السياديه المعنيه ان هي باذن الله احنا بنبحث عن القانون يجرم هذا الفعل عشان نضمن تماما ان الامور دي ما تبقاش موجوده. جميل جدا من حضرتك انك انت بتدعمنا في البرنامج من خلال انك انت بتقضي على الظاهره ديت، يحسب لحضرتك انك بتحارب هذا الاسفاف. اسمح لي من خلال البرنامج، بعض الفنيين يمكن اشتكوا لي شويه وقالوا ان ما زال بعض الفنيين بيستخدموا الفلاشه يا فندم لحد النهارده، فبقول لك ان هي يعني وقفت او يعني قطعت عيش كتير من الموسيقيين، حضرتك نقضي على الظاهره دي ازاي؟ لا ما عنديش ده، انا بحارب الظاهره دي تماما دلوقتي. تمام. ومن ضمن المحاربه ان انا اجبرت كل حد بيمتهن مهنه الغناء انه ياخد يصطحب معاه 12 عازف فيما فوق فيما اعلى. جميل. ما عنديش الظاهرة دي، ممكن تكون دلوقتي الشكوى ان بعض الاقاليم من المحافظات الفرعية
بيجيني منها شكاوي، ودي انا محمل بيها نقباء الفروع، لان انا مش هقدر اعمل كل حاجه، لا يمكن مش بني ادم ابدا بطوله بيعمل كل حاجه. اكيد اكيد. المفروض ان دور كل نقيب في فرع من الفروع، لان احنا اكبر نقابه على مستوى الجمهوريه في النقابات الفنيه، يعني كل نقابه زملائي في نقابه المهن التمثيليه لهم مقر في القاهره، بس زملائي في نقابه المهن التمثيليه لهم مقر، احنا الوحيدين اللي لينا في كل محافظه وفي كل قريه مقر. تمام. طبيعي جدا ان المنوط بيه متابعه الامر ده، زي ما انا قاضي على الظاهره دي تماما الحمد لله هنا في مصر وفي معظم الاماكن، المفروض المنوط بيه انه يحارب الظاهره دي نقباء الفروع كلهم في فرعه. يعني احنا عارفين طبعا او عرفنا ان حضرتك وقعت عمل جديد او فيلم جديد، اسمح لحضرتك سؤال بسيط، هل من الممكن، احنا غيرنا ما بنقولش بقى اغاني مهرجانات، احنا بنقول مؤدي، هل حضرتك ممكن تستعين ببعض مؤدين المهرجانات، مش هنقول بقى مهرجانات بقى، تستخدمهم حضرتك في الفيلم الجديد معاك مؤديين او تستعين بيهم؟ والله ما اعرفش، انا طبعا انا موقع بطوله العمل، لكن لو العمل بيتطلب او المخرج شايف او المنتج انه يكون في من شعبه الاداء الصوتي اي حد بيكون موجود او شعبه الراب، هتبقى شريطتي طبعا انا يعني تحديدا كبطل الفيلم انه ما يكونش في اي لفظ موسف يعني. تمام. لكن لو العمل يتطلب طبعا يشتغل، بدليل ان انا اساسا انا اللي كل اللي جه واقر على نفسه واحترم هذا الاقرار، طب ما انا مديله ترخيص، ازاي بقى ارفضه وانا معايا؟ يعني ابقى كده عامل زي اللي بيتصرف تصرفين عكس بعض، يعني لو انت مش مقتنع بيه ومش مؤمن بيه اساسا ما كنتش اديته ترخيص لكل من احترم قراراتي. تحية من البرنامج لسيد رئيس نقابة المهن الموسيقية الأستاذ مصطفى كامل. حقيقي احنا بنشكر حضرتك انك انت بتقضي على مثل هذه البذاءات وهذه الظاهرة التي انتشرت، بالفعل بندعم حضرتك من خلال البرنامج، ودايما احنا بنقف دايما على السلبيات. يا بوسي انت ايه رأيك؟ انا رأيي بقى ان احنا نفسنا يعني نقضي بقى على التيك توك، يعني الناس اللي بتطلع تعمل محتويات غير هادفة. انا معاكي انتشر بالفعل بالظبط كده، كل ما بنشوف دايما بيكتروا حقيقة والله، وبيسيئوا دايما لمصر، يعني للأسف احنا دايما يعني شعوب بتشوفنا بره تقول علينا ايه بالظبط كده، شكل بلد بالظبط، يعني شكل بلد، وبعدين هم يعني بيطلبوا الدعم من دول اخواتنا وكل يعني حاجة. انا نفسي زي ما انا جايبك كده في البرنامج، وزي ما انت بتتكلمي بطلاقة وبحاجات جميلة وبتتكلمي دايما بواقع، انا نفسي فعلا ان الشعب المصري كله وكل اللي بيحاول ان هو يقدم محتوى ان هو يشوف النموذج المشرف ده، النموذج اللي احنا بنبقى حريصين ان احنا نقدمه من خلال برنامجنا رد الشارع. مش هنقدم لكم حاجات اي كلام، احنا بنقدم لكم حاجات كلها ايجابيه نتعلم منهم. جبنا بوسي بلوجر بيقدم محتوى هادف، جايه تشرح لنا الطريقه التجربه اللي المفروض ان احنا بنقف عليها. ارجوكم بلاش المحتويات الغير هادف، ارجوكم بلاش البذاءات، في اطفال بتشوفكم بتقلدكم، في ناس تانيه بتحاول ان هي تعمل زيكم، لا احنا ولا عرفنا ولا ديننا بيأمرنا ان احنا نتسول بمثل هذه الطريقه. انا عاجبني فعلا فيديوهاتك، يمكن فريق العمل مجهز لنا فيديو دلوقتي هينزل لحضرتك. احنا قبل المداخله معانا مفاجاه، قبل ما نشوف الفيديو معانا مكالمه تليفونيه. قولي الو. 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 ايوه. ايه يا بوسي عامله ايه؟ مين؟ انا ايه ده معقوله انت عارفه صوتي؟ احمد؟ ايوه. مفاجأة والله يا بوسي، انت شرف لينا، انت شرف لينا كلنا، ومحتواكي يعني رافع راسنا كلنا. حبيبي يا احمد الله يخليك، تحياتي لحضرتك يا استاذ احمد، وبشكرك على دعمك. ربنا يخليك، ربنا يخليك للاستاذ بوسي. حقيقي رايك ايه؟ رايك ايه في المحتوى اللي بتقدمه بوسي؟ والله يعني محتوى يشرف بأمانة، لأن احنا محتاجين حاجات زي كده كتير في بلدنا عامة، عشان نفيد الناس ونفيد المجتمع، بدل ما نصدر للناس بره فكرة ان احنا كلنا وحشين، لا احنا عندنا ناس إيجابية وعندنا ناس بتعمل محتوى كويس والكلام ده كله. الله عليك، الله عليك، سعيد والله، سعيد بكلامك الجميل دوت، وسعيد بدعمك لأختك، وبتوجهها أبو حميد، بتوجه أختك ساعات بتاخد رأيك في بعض طبعا طبعا، قبل ما بتقدم محتوى بتحاول تاخد راي، نعمل ايه؟ طب رايك ايه؟ طب انت شايف ايه؟
طبعا لازما المشوره، لازما طبعا في مشوره قبل ما اي بينهم. حاجه. المشوره لازما قبل اي حاجه طبعا. انا سعيد بدعمك لبوسي وسعيد الله بتوجيهاتك يخليك، الجميله فعلا من خلال البرنامج، وبشكرك الاستاذ احمد، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني في الله البرنامج. يخليك، انا الشرف قد لي. ايه هي دي الحاجات اللي احنا بنشجعها. عايزه اقول لحضرتك شكرا جدا على المفاجاه دي اولا. والله احنا يعني هي مفاجاه جات لك، هو فاجئنا حقيقه على الهوا دلوقتي، لقيت فريق الاعداد بيكلمني دلوقتي، احنا كنا طالعين فيديو سوى دخل، بشكره طبعا. هي دي الرساله بقى اللي انا كنت عاوزاها ان انا اقدمها، ان يبقى اهلي فخورين بيا. يعني الموضوع مش موضوع ان هو مثلا دخل يكلمني علشان انا اخته، لا بالعكس، هو فخور بالحاجه اللي انا بعملها. ده رايه. ده شيء جميل بالظبط، ولما فانا يبقى في يعني تناسق ما بينكم، هو راضي عن اللي انت بتقدميه بالظبط، لانه هو شايف انك بتقدمي حاجه مفيده، وبالتالي هو لما يبقى في ظهرك ويبقى سند ليكي بعد ربنا سبحانه وتعالى، انت بتحسي دايما انك انت بتقدمي رساله قويه لا غبار عليها. بالظبط كده. طيب احنا مجهزين فيديو اهوت، نشوف الفيديو دوت. شباب نصيحة، أنا المرة دي مش بوجه الكلام غير للشباب، لأن أنا عارفة وواثقة ومتأكدة إن السن اللي أنا هتكلم فيه ده بالنسبة للبنات ما يتخافش عليه، ما يتخافش عليه بمعنى الكلمة. بس أنا بقى بوجه النصيحة للشباب نفسها، لو أنت عاوز تتسلى، لو أنت عاوز تلعب وتعيش لك يومين وتهزر وتضحك وتعمل في السيد وتتحكم وتتشرط، ابعد عن السن اللي عدى العشرين سنة، تجاوز العشرين، يعني سن من بعد الخمسة وعشرين لحد التلاتين وما فوق بقى، ابعد عن السن ده الله يبارك لك، ابعد عنه علشان انت اولا مش هتوصل لدماغها، مش هتوصل لدماغها بمعنى انت هتتسلى وهتقول كلام ياما، هتقول بحبك وحشتيني ويلا نخرج ويلا نروح ويلا نيجي ومتلبسيش دوت وانا بخير عليكي وانا بخاف عليكي وانا 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 وانا، وكل الكلام دوت مش هيدخل دماغها، لان هي اولا عدت السن ده علشان هي دلوقتي بقت مسؤولة، اولا شغالة، ممكن تكون شغالة وهي اكيد شغالة، يعني معنى كده ان هي صاحبة قرار، تعرف كويس تختار الشخص اللي قدامها، هي دلوقتي بقت فاهمه مين جد مين هزار مين جاي مين الدور الجاي مين يمين مين شمال مين كده ومين كده، تمام؟ فابعد عن السن ده وريح دماغك، انت حد عايز يتسلى، حد عايز يعيش وقته، ابعد عن السن ده، ابعد عنه. روح شوف لك عيله لسه في اعدادي، واحده في ثانوي، واحده لسه داخله كليه وكل طموحها ان هي تلبس لبس جديد وطموحها ان هي تقابل واحد يدلعها ويغني لها عناية بتحبك وقلبي بيحبك. لكن ابعد عن سن الـ30، ابعد عن سن السن ده حساس قوي، السن ده بتبقى ست خلاص فهمت الدنيا كويس وهتختبرك، هتختبرك على فكرة، هتختبرك وهتمر باختبارات ياما قوي وهتسقط فيها كلها، هتختبرك وهتشوفك انت لعبي ولا انت جد ولا انت بتتسلى ولا انت حكايتك ايه بالظبط. وفي الاخر عايزة اقولك حاجة، بلاش تلعب ببنات الناس، عشان انت هيبقى في يوم من الايام ليك زوجة واكيد ليك اخت، فبلاش تلعب ببنات الناس وخليك جد يا حماده. السلام عليكم. قد ايه بقى المحتويات الجميله اللي احنا بنشجعها فعلا، انت قدمت رساله من خلال الفيديو بتأثر الطرق. الكلام الجميل، الكلام المعسول، الكلام المحمل بالاماني بلاش منه، بنقطع الطريق عليه. بالظبط كده. فعلا يا رساله هادفه، يا ريت كلنا نحظو هذا الحظ. انا الوقت ضيق معايا، ولكن في رساله برضو، او هنقول يعني بمناسبه شهر رمضان معانا فيديو لتهنئة لشهر رمضان منك برضو شخصيا. نشوف برضو الفيديو مع السادة المشاهدين، شوف حضراتكم. طيب انت النهاردة بتوجهي رسالة للشعب المصري عموما، كل عام وحضراتكم بخير، وجهتيها من خلال فيديو صح كده؟ بالظبط. الفيديو دوت هو فيديو دعم ورسالة في نفس الوقت. بالظبط. طيب جاهز الفيديو معانا نشوفه مع بعض. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا
انا بقالي كتير ما طلعتش معاكم، وانتوا دايما متعودين مني ان انا بطلع اضحك وبهزر ما بطلعش كئيبه كده. بس يعني هي عصابة الفيديو النهارده بتتكلم عن الاكتئاب عموما. انت عارف ليه انت بتمر بالاكتئاب، او ليه بتمر ان انت تلاقي نفسك مره واحده كده في حياتك في جروب كده حصل، انت مش فاهم ليه حصل اصلا، او ايه اللي بيحصل اصلا معاك. وطبعا عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم يعني، بس الفكره كلها ان انت ما بتبقاش فاهم ليه. بس لازم كلنا ندرك ان احنا لازم نشوف شوية ضلمة علشان لما نلاقي النور نحس بيه، نحس بقيمته ونشعر بيه فعلا. انت لو حياتك كلها نور، ولو حياتك كلها بمعنى اصح ورد وفل، صدقني والله العظيم هتبقى اكتر شخص مغرور في الدنيا كلها. وحتى كلمة الحمد لله ويا رب هتنسى تقولها، صح الله العظيم. يعني احنا بنكتئب وبنتدمر نفسيا، او بمعنى اصح بيحصل لنا مشاكل في حياتنا عشان نقول يا رب يا رب. انت عارف ليه ربنا بيحطك في الموقف ده؟ عشان نفسه يسمعك وانت بتناديله وانت بتدعيله، يعني انت بتدعي. قد ايه محتوياتك هادفه، قد ايه والله انا سعيد بكل اللي انت بتقدميه. انا اكتر والله ان انا موجوده مع حضرتك النهارده. انا يعني تجربتك النهارده اثبتت لي بالفعل، ومن خلال الفيديوهات اللي بشوفها معاكي على الشاشه، انك انت فعلا بتحظي انك انت بتوصلي رساله صحيحه. بشكرك عليها. ناويه تكملي؟ ناويه اكمل طبعا. تشجيع من الاهل والاصدقاء والناس المقربين من حواليك. بالظبط كده، هو اغلبيه الناس اللي بتشوفني حرفيا دلوقتي هي عيلتي، فانا بوجه لها رساله من البرنامج ان انا هكمل وهخليهم يشوفوني بوجه مشرف. يعني عمرهم ما هيتضايقوا ان هم يشوفوني على السوشيال ميديا. والله انت شرف لاي حد. تسلم لي يا استاذ. والله من بعد اللي انا شفته من خلال فيديوهاتك وكلامك الجميل ورسائلك، بكل تاكيد انت شرف لاي حد. تسلم لي يا استاذ. ولو مش انت شرف مش هجيبك النهارده في البرنامج. احنا بنحرص دايما ان احنا بنقدم الناس اللي بتحاول ان هي تطلعنا من زي ما نقول يعني من عنق الزجاجه. بيبقى في ناس ماشيه في متاهات وماشيه في احزان وفي هموم، محتاجه اللي يوجهها. توجيهاتك سليمه وتوجيهاتك على المسار الصحيح، هو ده اللي احنا بنسعى ان احنا نوصله من خلال البرنامج. هو كمان فيديوهاتي اغلبيتها فيها كوميديا، وده برضو يعني انا رساله بوصلها ان مش شرط ان انت تكون بتعمل هلس علشان خاطر تضحك الناس. ده اللي احنا بنقوله بقى. بالظبط. يعني هما الناس محتاجين. انت عاوز تركب الترند وبتطلع حاجات كلها ملهاش لازمه في اي لازمه. بالظبط كده، الناس محتاجه ان هي تفصل تضحك. عاوز اقول لك انا الوقت عدى بسرعه، كلام معاكي جميل. كلمه او رساله تحبي توصليها للساده المشاهدين؟ اولا اتمنى ان انا اكون كنت حد دمه خفيف على الناس اللي بتشوفني، وسوري لو انا اتوترت. انا طالعه كده يعني بكل تلقائيتي وبشخصيتي، انا مش طالعه متصنعه. وخير الكلام ما قل ودل. السلام عليكم. وانا بشكرك جدا، شرفتيني يا بلوجر بوسي اسماعيل. بشكر الاب والام اللي عرفوا يربوا حقيقي، طلعوا نموذج مشرف. اتمنى ان كل ما يقدم محتوى وكل من يسعى لتقديم هدف يكون هدف سامي ويكون نبيل ويكون ليه بصمة في المجتمع. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نبض الشارع.